مساكم الله بالخير أعزائي ومتابعيني. اليوم رحلتنا من محافظة الحلة إلى محافظة كربلاء، المسافة اللي راح نقطعها تقريبا 50 كيلو. كذلك اليوم رحلتنا راح تصير بعض الشيء فيها اختلاف من باب الدراجات. دائما متعودين علي أطلع الدراجة بوكسر محرك 150. اليوم اللي دراجة راح استخدمها بالرحلة هي شركة بجاج بولسر محرك 200 سنة الصنع 2019. راح أكملكم نبذة صغيرة عن دراجة البولسر. طبعا دراجة البولسر تعتبر بعض الشيء دراجة رياضية لكن بدون صوت، يعني ما بيها صوت قوي أثناء الرحلات. الحلو بيها أنه تقدر تقطع بيها مسافات طويلة ومرتاح بيها أكثر من البوكسر. البوكسر بعض الشيء تكون متقيد بالسرعة ومحرك مقوي، البولسر بالعكس محرك قوي يتحمل مسافات طويلة لأن تبريد ماي راديتر يعني يكون أقوى بالرحلات. فأكثر من الرحلات اللي راح أستخدمها راح تكون بالبولسر الناوج. طبعا الحلو بالموضوع انه احنا هاي السفرة او الزيارة احنا كنا ابد ما مخططين لها لكن صارت، وحلوة من السير سفرة مفاجئة تكون بعض الشيء حلوة ومشوقة، وهي بعض الشيء تكون قصيرة بالمسافة. اليوم بما انه احنا رايحين الى كربلاء المقدسة راح تكون هي سفرة وراح تكون هي زيارة راح نزور المراقد الموجودة في كربلاء المقدسة. وهاي دراجة تحسون بريت شد لها شدة من هاي الزينة. وهذا ابو مينا الذهب اللي هماتي ان شاد لها. لحد هاي اللحظة من بداية طلعتنا من حلة البولسر كلش حبيته. الطريق الخارجي اشوفه اكثر مرونة، اكثر شلعة، اكثر سرعة. نفس الوقت هذا يحفزنا ان نطلع لمكانات ابعد واكثر، واحتمال ان شاء الله نسويها سفرة ثانية الى السليمانية كردستان العراق. حاليا احنا بعد تقريبا 5 كيلو نوصل لطويريد. مثل ما قلت لكم مسافة من الحلة إلى كربلاء المقدسة 50 كيلو. تقريبا من الحلة لطويريج تقريبا 25 كيلو، ومن لطويريج إلى كربلاء 25 كيلو، فراح تصير المسافة مقطوعة 50 كيلو. حاليا احنا قريبين على طويريج تقريبا 5 كيلو نوصل لطويريج. طبعا المنطقة بعض الشيء تكون حلوة لأن أكثرها مزارع وتكون الجو بيها حلو، يكون الهواء بارد إليك عكس ما يكون الجو حار. المنطقة بعض الشيء تكون أكثرها زراعية من الحلة إلى طويريج.
حاليا الساعة 5:30 تقريبا راح تبلش تغرب. طبعا الأجواء كلش حلوة، الشمس مقادينا مثل ما تشوفونها، وكلش الأجواء حلوة. وبعد تقريبا نوصل لكربلاء 25 كيلو. حاليا بدينا نتقرب الى كربلاء. حاليا اللي تشوفونه ابو الفورزة اللي ضارب الجبل، اشارة مقابلنا جاي من الناصرية. الحلو بالموضوع تريد يطرح ويانا يقول اني اطلع، اقدر اطلع البوسر هنا. انا وقعت المهمة على ابو مينا. ابو مينا طبعا طبعا طلع بين قوسين زلقه هنا مثل ما تشوفون شلون طلع. Thank you.
وبعد ما زرنا وكملنا في كربلاء المقدسة، حاليا راجعين احنا الى الحلة. حاليا هسه احنا وصلنا طويريج، هذا جسر طويريج، والاجواء الحلوة اللي هي كلش حلوة. المسافة اللي راح تبقى لنا تقريبا بعد من طويريج الى الحلة 25 كيلو. عدينا على كيفك يا ابي، شو حاولت تعدينا؟ مضيع طابعي كلش هنوب. يا جماعة إلا دي هنا، أنا أدري بلدي هنا تخوف، يعني شلون جازفتوا فاهم مجازفة، بس يلا على العموم. يعني شو تبي بالضبط أبو مين؟ هاي شغلة ما نقدر نحكي تحت 18.